بسم الله الرحمن الرحيم، ابنائي وبناتي طلبة بريب 1، اهلا وسهلا بكم. تعال النهارده ناخد اخر ليسون عندنا في الالجبرا، سولفنج ايكويشن اند انيكواليتي ان كيو. ان كيو هنقول هنا فايند ذا سوليوشن سيت ان كيو 2x ماينس 1 ايكوالز 3. بنحلها ازاي؟ طبعا احنا واخدينها في برايمري 6 ومتعودين عليها، وفي برايمري 5، ولكن كانت في الان وفي مين وفي الزد. دلوقتي هناخدها في الار، هنودي النيجاتيف 1 الناحيه الثانيه بعكس الساين، يبقى معانا 2x equals 3 plus 1، يبقى 2x هتكون equals 4 divided 2، او نودي 2 الناحيه الثانيه بالايه؟ بالديفايدد، يبقى الاكس هتكون equal 4 divided 2 equals 2، وبالتالي هنا يبقى solution set equals 2. وانتوا عارفين ان التو طبعا بيلونج تو مين؟ بيلونج تو كيو. بالنسبه للانيكواليتي، ايه الفرق بين الايكويشن والانيكواليتي؟ معروفه طبعا برضو من برايمري 6، معروفه. هنا دي ايكوال يبقى ايكويشن، اما دي هنا ايه؟ بيجر ذان او سمولر ذان، يبقى في الحاله ديت بنقول عليها انيكواليتي. نفس النظام ونفس الطريقه، هي الستبس واحده بالظبط. 2x bigger than or equal، انا بودي دي الناحيه الثانيه بعكس الساين، يبقى هنا 3 plus mean plus 1، يبقى 2x bigger than or equals mean 4. بعد كده بعمل divided 2، يعني بودي 2 الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى الx bigger than or equal 4 divided 2 equals mean equals 2. طيب يبقى solution set هنا كتبناه 2 لان هو كان نمبر 1 equal 2، لكن هنا numbers كتير جدا bigger than or equal 2، يعني 2 3 4 5، ده لو بالاضافه لايه 2 and half و 3 and half، يعني belong to Q. يبقى لما بنيجي نكتب السوليوشن سيت، تتعلم تكتبها بالايه؟ بالمنظر دوت. هتفتح تو بيرسز كده، وبعدين هتروح جاي قايل له هنا ايه؟ اكس نقطتين فوق بعض، يعني ساتش ذات اكس بيلونج تو كيو، وتروح جاي ناقل اللي انت ايه؟ اللي انت وصلت ليه للنهايه هنا اهوت، كوما كده، اكس بيجر ذان اور ايكوال مين اور ايكوالز تو. هو ده الايكويجن والانيكواليتي. ناخد اكزامبل تاني، ناخد اكزامبل. اكزامبل تاني نشوف كده مع بعض، برضو نمشيها مع بعض كده. هنا find the solution set of 2x او 2 minus 5x equals 11. تمام، طبعا انا هنا بقول ان q، وهنا find the solution set in Q 3 minus 2x smaller than نقول مثلا 5. هنا هنودي 2 الناحية التانية بعكس الساين negative 2، هنودي 2 الناحية التانية بعكس الساين، يبقى negative 5، يبقى negative 5 x equals 11 minus 2، يبقى negative 5x هتكون equals كام؟ equal 9. هنودي negative 5 الناحية التانية بالdivided، يبقى divided negative 5، يبقى الx هتكون equals 9 over negative mean 5. كده يبقى solution set هيكون equal، طبعا ده belong to Q، ايوه belong to Q، يبقى solution set هيكون equal 9 over negative mean negative 5. نروح للانيكواليتي. find the solution set، هنودي 3 الناحية التانية بعكس الساين negative 3، يبقى أنا عندي هنا negative 2x smaller than ده solution، خدوا بالكم، يبقى أول خطوة هودي 3 الناحية التانية بالنيجاتيف، يبقى negative 2x smaller than 5 minus 3، يبقى negative 2x هتكون smaller than 2، هودي negative 2 الناحية التانية بالديفايدد. بص بقى معايا، أنا عارف من primary 6 لو انا عملت divided negative بقلب الساين، بدل ما smaller than هتبقى bigger than، ونحط هنا negative mean negative 1. solution set بتاعنا في الانيكواليتي هيكون equal x such that x belong to q، وتروح جاي ناقل اللي انت وصلت ليه x bigger than or equal mean equal negative 1. وبكده يبقى احنا ايه؟ شرحنا الايكويجن والانيكواليتي. نشوفكم ان شاء الله المره الجايه بامر الله في ليسون جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.